اكرف ايدك وكراعك وعس على اهلك واحبابك. الوالده ياك لاباس، ياك الخير، اش طاري ياك لاباس؟ اللي تقول يدرس لي عن وهله تيام، وهاي الدوله اللي فيها نقولك الخير فيها كورونا ونقفلوا كاع الحدود. يا قال نعرف انا لانه الطفل اللي دخلك عاقبه ووحشته وبطوه قطعا دور يجيب لي والله بدي ما ينفع الشس وما دارك ما هو راح. وشيطان حاس بي ملي لي الحمى نختار العزيز صحتك الحمى صحتني الحمى الله يخليك وعليكم السلام ومرحبا وسهلا اخي مرحبا وسهلا هذا دارك انه ما هو ادريس والله حال ما اجى اليوم اجى اليوم اخباره انا مالي قلت نحجب عليك يا خويا شور نرقب قاع عنك ما لك اموري ثاني والله يا قاعد حال شيطان نضحك القاعد زيد الدلبه يا حامد المولانا يسلل قال انه الحمد المولانا وصلنا وتو زيد انا واصحابي اللي نسلوا ريق والحمد لله وصلنا بسلام الحمد لله جيت به اللي الحمد لله ترحم بي. انت ما تفضل. اصل يا اخويا مالي لهين تفضل. ليه؟ هذا يوجد به. هذا التسلل فيه الضرر. والناس اللي تتعاون مع الناس عليه ضررت في موريتانيا. حد جاي يا الله جاي من بليده في هذا المرض يا الله يسلم راسه الى عاد متسلل يسلم راسه. وعود الى عاد جاي مرض يداوى عنه. أما النعود قاعد بين أرواقيش ويقول إنه قايس الشرخ لا قال يسميه وقايس أمه وقايس أبوه وقايس خاله هذا يا أبويا ما يعدل ولا يا الله هو يعدله ولا يا الله متسلل ثاني يعدله ولا يا الله حد يعاون حد جاي ذي الطريقة. إيه أكون خالتي أنا يقول إذا نوم كلام بدل ما يجي أنق يهشن الناس اللي جاي معاه كذا باهل يديرني منين والخالتي أنا يقول إذا نوم كلام عندي لكم من شيء على إني لاهين تقاعس عنكم لا تعدوني وندور التلفن على أوز سين كاب سين يرفدكم حالا ويقيس بكم ذيك اللجنه وتديركم في بليده ولا حتى هو سلمت على حد والله ركبت مع حد لا تشحتها. فيروس كورونا ينقلوه المتسللين الجايين من خارج البلد حد يعس منهم واللي جبرهم الله اعلم بيهم يبلغ عنهم.